السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنهضروا على البحث الميدي، البحث المعمق. واش كاين البحث في إدارة السجون بصح؟ المهم بالنسبة للبحث في إدارة السجون، نعم كاين، كيتدار عليك البحث. الوقيتة اللي كتنجح في الشفوي يعني فراه كيدار عليك البحث، ولكن ماشي حتى كتنجح يعني وكيقولوا لك راك نجحتي. لا، مثلا الوقيتة اللي كتنجح في الشفوي كيدار عليك واحد البحث كيسميوه في البوليس بحث تمهيدي بين قوسين، لانه كيتسمى بحث الى انه كيهتم بك انت كشخص، ما كيهتمش اغلبيه بالعائله ديالك، بل كيهتم بك انت كشخص، كيهتم بحسن السيره ديالك، حسن السيره اللي كتجيبها عند البوليس، ملي كيهتم بك انت كشخص، لا يهتم بعائلتك او بوسطك او ما الى ذلك. المهم كيهتم بك انت كشخص انطلاقا من حسن السيره ديالك. المقدم كيلعب دور كبير، او السلطه القضائيه او السلطه الاداريه المختصه يعني اللي نتوما تابعين لها، سواء المقدم، الشيخ، القايد، المهم ما عرفتش شنو كاين اخر، ولكن المهم المقدم كيلعب دور كبير انهم كيسولوا عليك المقدم، حيت انت راه كتولي كتمثل جهاز ديال الامن، فالضروري يدار عليك البحث كيسولوا عليك المقدم اللي تابعين نتوما للجهه ديالو. يعني فهم كيجيو كيسولوا عليك واش انت واحد الانسان مزيان، كيفاش التعامل ديالك، كيفاش كذا كيفاش كذا، واش كدير شي خروقات، فين كتشديتي على شي حشيش، ما الى ذلك. المهم شي حاجه يعني بسيطه بحال هكا يعني، وعاودتي تطلقتي نوضتي شي صداع، ضربتي بشي جناوه، يعني مقدم كيكون عارف عليك كلشي. كما كنقولوا حسن السيره اللي كتجيبها من عند السلطه القضائيه يعني من عند الامن ولا من عند القضاء، محكمة الاستئناف ولا محكمة ابتدائية ولا موقف عاقل، المهم كتجيب يعني حسن السيرة. عندك المقدم حتى هو دزناه وضربنا عليه، يقدر يمتد البحث حتى لطبيعة العمل ديالك، يعني غيهتمو حتى بطبيعة العمل ديالك، مثلا شنو كنتي كتخدم ولا شنو كتخدم دابا، يعني يقدر تكون داك الخدمة ديالك يعني اللي خدام دابا واحد الخدمة اللي ممنوعة، ما عرفت تقدر تكون كتهاجر في شي حاجة وما إلى ذلك. المهم فهما كيتجنبو كيبحثوا حتى في العمل ديالك، كيبحثوا فيك انت كشخص في الجسد ديالك، يعني الوقيته اللي كتطلع باش تقدم يعني الاوراق ديالك وتقدم الريب ديالك اللي غتقدر توصلك فيه الخلصه وما الى ذلك، اللي فهم كيقلبوك كيفليوك كمل، كيفليوك باش نقول الا كانت عندك شي واش ما كيعرفوها، الا كانت عندك شي حاجه فهم كيعرفوها وتقدر تسبب في الاقصاء ديالك، وهذا البحث الجسد ديالك فيك تدخل ضمن اطار البحث، يعني كتكون مازال ما تحسبتيش واحد منهم، فهما كيشوفوا لك عندك شي وشماع، عندك شي ضربه، شي تهريسه، شي حاجه خبعتيها على الطبيب في الاول، فراه كتعاود تدوز لك يقلبوا لك الجسد ديالك كامل. يعني هذا البحث هذا كله كيهتم بك انت كشخص. هذه بالنسبه لاداره السجون. بالنسبه للبوليس فالبحث التمهيدي هو بحث يعني كيهتموا بك نتايا، اما كيتعطاك قبل ما كتجيك الكونفوكاسيون ولا حتى من بعد ما كتهبط الدوز الشفوي، يعني اما قبل اما من بعد، مجرد ما كدوز في البحث التمهيدي اللي هو بحث عادي يعني كيبحثوا عليك نتايا في يعني نتايا كشخص لاكارت ناسيونال وما الى ذلك، فانت كدوز للبحث المعمق. هذا البحث المعمق ما كنظنش واش كيدار في إدارة السجون وإعادة الإدماج، كنظن كيدار غير في الأمن الوطني وبعض يعني بعض لي كونكور اللي هي حساسة أو بعض المجالات اللي هي حساسة، كيهتم بالأفراد، العائلة ديالك، المحيط ديالك اللي كتربطك بهم علاقة يعني سواء مباشرة، يعني ضروري كتكون علاقه مباشره اغلب الاحيان، لان اللي كتربطك بهم علاقه غير مباشره فهما كيتغاضوا عليهم، كيهتموا بالسلوك ديال دوك الافراد والسلوك ديالك انت ضمن أمن تلك المجموعه، كيهتموا بالعمل الخاص بهم، يجب ان زعما ما يكونوش كيتاجروا في شي حاجه ممنوعه او الانتماء ديالهم لا يجب ان يكونوا يعني كينتميو لشي جماعة متطرفة ويكون كتربطك بهم أي علاقة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خاص بالبحث التمهيدي والبحث المعمق أو البحث بصفة عامة بالنسبة لكل من الأمن الوطني وإدارة السجون. كنتمنى لكم يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك، بارطاجيو الفيديو. شكرا لكم، إلى اللقاء.